مدينة الرياض وزميل عبد الله القرني. عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. أبرز ما رصدته حول ما تقوم به وزارة التجارة من حملات ميدانية على المحال التجارية بالتأكيد للتأكد من تنفيذها للاشتراطات والاحترازات من أجل فيروس كورونا. تفضل عبد الله. أهلا بك زميلي حمدان، وأهلا بمشاهدي قناة الإخبارية. من المعلوم أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول مخزونا غذائيا وسلع أخرى أيضا على مستوى الشرق الأوسط. وزارة التجارة لم تقف على هذا الرقم وتسلم نفسها للأمر الواقع، بل أطلقت وزارة التجارة مع بداية هذه الأزمة العديد من الحملات التفتيشية والرقابية لمحاولة ضبط الأسعار والتأكد من وفرة المنتج ووصوله إلى المواطن بشكل تام، والتأكد من جميع الإجراءات ومن جميع وسلامة أيضا الجميع فيه بما يخص المنتجات التجارية. اليوم أنا مع حملة تفتيشية من وزارة التجارة في أحد المحال الكبيرة في طريق أنس بن مالك، حيث قامت وزارة التجارة بإطلاق هذه الحملة أيضا للتأكد من وفرة المنتج وضبط الأسعار والتأكد من جميع الجوانب وإصدار المخالفات على المخالفين. للحديث أكثر عن هذه الحملات التفتيشية ينضم معي الأستاذ عبد الرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، الله يحييك. بداية أستاذ عبد الرحمن، ودي تحدثني على آخر الأرقام والتحديثات التي تخص الحملات التفتيشية التي تطلقها وزارة التجارة لمراقبة وضبط الأسعار وتأكد من وفرة المنتج. يعني ولله الحمد، من قبل أن تبدأ هذه الأزمة والفرق الرقابية لا تهدأ في كافة مدن ومحافظات ومراكز هجر المملكة. جاءت هذه الأزمة وكأن احنا مستعدين لها تماما، وما نشاهده اليوم من وفرة ولله الحمد كبيرة جدا في السلع والمنتجات هي نتيجة للسياسات التي تم اتباعها سابقا في وزارة التجارة من سياسات للطوارئ وسياسات الأزمات. لذلك ولله الحمد احنا نشوف اليوم هذه الوفرة العالية والكبيرة جدا هي نتيجة لهذا العمل الدؤوب والمتواصل من 23 مارس وحتى اليوم. كان هناك أكثر من 200 ألف جولة رقابية. هذه الجولات الرقابية شملت الأسواق التجارية، شملت المحال، شملت الهايبر ماركت، محال خضر والفواكه، المخابز، كل منافذ البيع التي تقدم خدماتها للمستهلك شملتها هذه الجولات الرقابية. النتيجة هي الوفرة الكبيرة في السلع والمخزون ولله الحمد، السلع الرمضانية. والفترة هذه أيضا صارت الرقابة تتوجه إلى السلع التي يكثر عليها الشراء والطلب في العيد، وإحنا نعرف السلع في العيد اللي يكثر عليها الطلب هم سلعتين رئيسيتين، الحلويات والملبوسات. فتم التأكد من وفرتها ولله الحمد سواء في الهايبر ماركت أو في محلاتها المتخصصة أو حتى في الأسواق. يعني الحمد لله الفرق الرقابية تأكدت من الوفرة وشافتها، وليس فقط الوفرة، الفرق الرقابية تتحقق من ثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول الوفرة وتواجدها في منافذ البيع. المحور الثالث التأكد من استقرار أسعارها وعدم وجود أي تلاعب. المسار الثالث هو التأكد من أن هذه السلع بجودة عالية ومطابقة للمواصفات ولا يوجد فيها أي غش أو تقليد، إضافة إلى جاهزية المتاجر لتقديم خدماتهم بجودة عالية للمستهلك. أستاذ عبد الرحمن، هل هناك أرقام لعدد الحملات التفتيشية وأيضا لنوع أنواع المخالفات التي تصدر على المخالفين؟ طبعا قلت 200 ألف جولة رقابية تمت. خلال 200 ألف جولة رقابية اللي تمت كان هناك أكثر من 12 ألف مخالفة. المخالفات هذه كانت متفرقة على عدد من الأنواع. كان في بداية الأزمة كانت المخالفات على رفع الأسعار أكثر من 55%. اليوم ولله الحمد المخالفات هي 40% أو أقل على المغالاة في الأسعار. تأتي يعني المغالاة في أسعار الكمامات، المعقمات، بعض الفواكه هي التي تصدر هذه المخالفات الخاصة بارتفاع الأسعار. من بدا رمضان يعني الحمد لله لاحظت الفرق الرقابية استقرار كبير في الأسعار. الانخفاضات في بلاغات الأسعار تجاوزت 60% وتصل إلى 70%. ولله الحمد هذا دليل على أن الفرق الرقابية تعمل بجد واجتهاد وتوقع المخالفات على كل منشأة لا تلتزم بالشروط. وأيضا السبب الآخر الرئيسي المواطن والمقيم اللي جسدوا شعار هذه الأزمة كلنا مسؤول. كل ما شافوا مخالفة بلغوا عليها، ضبطتها الفرق الرقابية، أسهم هذا بشكل كبير في أن المخالفات تنخفض بنسبة تصل إلى 70% الحمد لله. أستاذ عبد الرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، شكرا جزيلا. الشكر لك، والشكر أيضا للسادة مشاهدي الإخبارية، الله يعطيكم العافية. شكرا لك. ك
كما شاهدت زميلي حمدان، هذه الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط الأسعار ووفرة التأكد من وفرة المنتج هي رسالة واضحة لتطمين المواطن وللتأكيد على بقائه في منزله وعدم خروجه، ولضمان له الضمان أن كل ما يتم في هذه الأسواق سيكون وفق ضوابط وإجراءات، وبأن المخالف سيلقى العقوبة.